فيكم مشاهدينا على شاشة نور الشباب. اليوم عم نستضيف دعد عون، حضرتك أستاذة بالجامعة اللبنانية. اليوم بدنا نحكي عن الجامعة اللبنانية ككل وتحديدا كلية الإعلام والتوثيق. هالجامعة شو بتقدم للطلاب؟ الجامعة اللبنانية كلية الإعلام والتوثيق بتقدم مش بس صحافة، في عندها ثلاث اختصاصات: صحافة يلي هي صحافة مكتوبة وراديو تي في، وبتقدم كمان دومين اسمه علاقات عامة وإعلان اللي بنسميه هلا صار مؤسسات وإعلان، وبتقدم دومين كتير مهم هو توثيق وإدارة مكتبات. بحب أقول إنه بعد عنا ثلاث أيام لتقديم الطلبات، لأنه الكونكور دانتري امتحان الدخول رح يكون ب 22 تموز 2015 بمجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي بالحدث الساعة 7 بكرة. دونك التلاميذ بيقدروا يقدموا طلباتهم اليوم وبكره والسبت، السبت اخر نهار 18 الشهر، بكليه الاعلام بالفنار وبالفرع الثاني، وبكليه الاعلام الفرع الاول باليونسكو حد وزاره التربيه. اهم شيء كمان قبل ما انسى، لازم نعرفوا الطلاب انه الجامعه اللبنانيه الفرع الثاني ما رح تكون بالفنار، رح تكون بجديده. نقلت الباتيمان تبعها، باتيمان كتير جديد وكتير مجهز لطلبات الطلاب ولاحتياجاتهم كطلاب صحافة وكطلاب علاقات عامة وتوثيق. نعم، اليوم اللي بده يفوت على الجامعة اللبنانية شو لازم يكون عنده باك جراوند ليقدر يفوت على هالجامعة؟ قبل الباك جراوند لازم يكون عنده بكالوريا لبنانية أو ما يعادلها. رح يكون عنده أكيد، نحن كمان ناخذ تلاميذ البيتي توثيق، وإذا ناجحين البكالوريا بيقدروا يقدموا عنا بالتوثيق. لازم يكون عنده باك جراوند ثقافي عامة، لأنه صحافي أو حدا بيشتغل بالتوثيق ما عنده ثقافة عامة أكيد ما رح يكون قادر كتير يقلي عنا، لازم تكون ثقافته غنية. وأهم شيء أكيد لازم يكون عنده لغة على القليل العربي أكيد ضروري، على القليل لغتين قصدي أقول، العربي ضروري، لازم يكون بيعرف كتير منيح يحكي عربي شفهيا، وبس احكي عربي يعني فصحى، شفهيا وكتابيا. واهم شيء كمان يعرف لغه ثانيه، يا فرنساوي يا انجليزي، بس كمان يكون يتقن، لانه اذا ما اللغه مش موجوده ما في شيء موجود، يعني كل المساج ما بيقدر يوصل، الرساله ما بتقدر توصل، التعبير رح يكون كثير ركيك. بفوت على الجامعه اللبنانيه من بعد كونكور دانتري، من بعد ما يكونوا التلاميذ انقبلوا بالجامعه، بنعمل شيء اسمه تيست دو بوزيسيونمون لحتى نعرف مستوى الطالب باللغه الفرنسيه او الانجليزيه او حتى العربيه قديش متقدم. اذا متقدم بيحتاج بس ل 60 ساعه لغه، واذا ما نجحهم ما بياخذ الليسانس حتى لو كان طالب علوم او طالب هندسه. هيدا الماتير 5 كريدي، وفي جامعات بتعطي 6 كريدي، فما بيقدر الطالب يستلشق فيها، لانه بلا لغه ما رح يقدر يقلع، ما رح يقدر حتى لو ما كان صحافي. من بعد هذا التيست دو بوزيسيونمون بنعطي دورات مكثفه، وبنعطي دورات بقلب الجامعه، وبنرجع بنعمل بنسميها شوي ميز انيفو، يعني بنرجع بنحطهم على مستوى المطلوب لحتى يرجعوا يقدروا الاشياء اللي نسينا بالمدرسه والاشياء اللي كان عندهم صعوبه فيها بالمدرسه بالتعبير، يقدروا يرجع نساعدهم، يقدروا يعبروا مثلا كصحافه او كحيلا دومين ثاني بهاللغه اللي نحن عم نعطيهم اياها. وصارت هيدي الشائعه كثير انه الصبيه الحلوه هي اللي عم توصل وعم نشوفها على الشاشات اللبنانيه، اليوم شو شخصيه الطالب اللي لازم يدخل على حقل الاعلامي؟ هل هو فقط مقتصر على الجمال؟ اكيد الطالب اللي بده يجي على الجامعه اللبنانيه، مش على الجامعه اللبنانيه، على الاعلام بشكل خاص ويعمل صحافه بشكل عام، هي انه هو شخص لازم يكون عنده شغف لهيدي المهنه، لانه هيدي المهنه بتطلب كثير تعب، وانتم بتعرفوا كصحفيه قديش هيدي الشغله بتطلب من وقتك ومن عائلتك ومن اعصابك ومن صحتك اوقات. فاذا ما كان في شغف وحب لهيدا الدومين اكيد ما رح ينجح الطالب. بس اهم شيء نحن هلا عم نعاني اكثر شيء من حس المسؤوليه لدى وسائل الاعلام، انه الصحافي مش لازم يقول شو ما كان بس لحتى يكسب سكوب او لحتى يكون هو اول واحد قال شو ما كان، لازم دائما نحترم انه اوقات كلمه بتقدر تأجج حروب، بتقدر تعمل علاقات كثير سيئه بين عده فرقاء، خاصه نحن عندنا بلبنان عندنا عده طوائف، عده احزاب، عده انتماءات سياسيه. فالصحافي لازم يكون عنده حس بالمسؤوليه حتى لو هيدي الكلمه مضبوطه
بتفوتها، وحتى لو كان هو بيعنيها مش كل شيء بينقال على الإعلام، مش كل شيء بيتصور على الإعلام، حيلا مشهد حيلا صورة بس لحتى نلفت النظر لحتى نكون نحن أول ناس قلناه وأول ناس حطيناه، مش هيدا هو الإعلام. الجمال يمكن إنه إيه إذا هي حلوة ومنها شاطرة أو حلوة ما بتعرف توصل المساج، إنه شو بتفيد؟ أكيد وسيلة الإعلام ما رح تكون عم بتفتش على الجمال بس، رح تكون عم بتفتش على شخص بيعرف يوصل المساج، بيعرف يكون عنده ثقافة وموضوعية ومبادئ واحترام لرأي الآخر واحترام لنظر المشاهد ولذكى المشاهد. هلأ بالجامعة اللبنانية اللي منيح إنه منشتغل على الطالب بشكل أكاديمي، يعني بنشتغل مع أساتذة دكاترة بشكل أكاديمي، يعني النظرية بتكون كتير منيح مستوعبة، ومن بعد الشكل الأكاديمي في كمان أساتذة متدربين، يعني مدربين من قلهم يلي جايين من الحقل الصحافة والإذاعة والتلفزيون بيشتغلوا مباشرة مع التلاميذ لحتى يفرجوهم كيف بتصير الشغلة على الأرض. فالشكل إذا كانت حلوة طاميو، وإذا ما كانت حلوة بهمنا كمان بالنهاية مش كلهم بيطلعوا على التلفزيون، كمان إحنا بحاجة صحافي مكتوبة، لناس تغطي أخبار، لناس تعمل مقابلات، لناس تكتب مقالات. هيدي بخصوص الصحافة. هلا بخصوص التوثيق والعلاقات العامة كمان نحن بحاجة لثقافة، طالب لازم يكون عنده ثقافة كتير سوليد لحتى يقدر يواجه حي الخبر ويحكي بحي الخبر ويغطي حي الخبر. يعني لازم يكون كصحافة أو كشخص عم يشتغل بالتوثيق يكون عم بيعرف شو عم بيصير بالعالم، شو هن الأخبار الجديدة، شو عم وين الحروب، شو أسباب الحروب، يكون عنده إلمام بالحقوق، إلمام بإدارة الأعمال، إلمام بالطب. اليوم كيف عم تقفروا الطالب إنه هالقد عنده باكجراوند؟ بنعرف إنه في ناس بيوصلوا يمكن على الحقل العملي بنشوفهم إنه يمكن السياسيين ما بيعرفون. اليوم ككلية إعلام كيف قويتوا أو كيف وصلتوا لنتيجة إنكم تقدروا تاخذوا طلاب كفؤين مثل ما عم تحكي؟ هيدا هو السبب على كل حال اللي بيعملوا فيه امتحان دخول لحتى ياخذوا الأفضل. لما انا بكون عندي كذا عدد تلاميذ، لما يكون احنا عندنا عدد تلاميذ كتير كبير بدنا ناخذ اللي عندهم ثقافه عامه احسن واللي عندهم لغه سليمه احسن لحتى نوفر على حالنا ونوفر على هالطالب سنين عم بتضيع ويكون مثلا فات على الكليه هو منه جدير فيها. فالثقافه فمشان هيك بالامتحان الدخول بنسال اسئله ثقافه عامه وبنطلب من الطالب يكتب باللغه يا بالفرنساوي، بيكون هو منقى اذا بده يعمل برانش فرانكوفون ولا انجلوفون، بنقي البرانش بده انه يعبر بالفرنسي ويعبر بالانجليزي بس خاصه بالعربي كمان عن ثقافته. وكمان عندنا ترجمه ضروري يكون قادر يترجم من العربي للعربي، يعني ترجمه وتعريب حتى نشوف قدرته بالنقل بين اللغات. برجع يعني بصر على مشروع اللغات وعلى موضوع اللغات لانه بالنسبه لنا هو الاوتي يلي رح يساعدنا يساعد هذا الطالب لحتى يعني. تجاوب على سؤالك، ايه اكيد ما رح يكون مهم بس يكون قبل على اون بريمير اني رح يكون في مواد كتير، مواد ثقافه عامه، رح يكون في سياسه، رح يكون في لغه، رح يكون في حتى حقوق الانسان، في عده مواد بيشتغلوها الطلاب وبتعرفي عده ماتيريات وعده كريديات لحتى ينقبل بهال يقطع من بريمير اني لدوزيام اني لتروزيام اني. بتروزيام اني بياخذ ليسانس، اذا اخذ ناجح كل هالمواد ومنهم وبصر ناجح مع مكتب اللغات وناجح بالفرنساوي بيقدر ساعتها يعمل ماستر. صار عندنا ماستر ان وماستر دو لكن لا ثلاث اختصاصات، واكيد مع موين 14 بيقدر الطالب بعدين اذا بحب يعمل دكتوراه. فالجامعه صارت انه تاخذ الطالب من اول سنه لاخر سنه، وحتى في كثير طلاب مخرجين من عندنا من الجامعه اللبنانيه اليوم وجوه كثير معروفه وهن بيقولوا بكل فخر انهم مخرجين من عندنا ومن زمان، يعني من السبعينات حتى من الثمانينات، واليوم بيشتغلوا بالبي بي سي، بيشتغلوا بعده قنوات فضائيات وحتى لبنانيات. والصحفيه اللي بيجوا بيعلموا بالجامعه اللبنانيه في منهم كثير مخرجين من الجامعه اللبنانيه كمان. نعم، في برانش دبلوم بروفيسيونيل بالجامعه اللبنانيه، اليوم شو بتقدموا من خلالها، شو بتقدموا للطالب؟ هذا بال 2015 بلش اسمه دبلوم مهني بالانتاج الاعلامي. الطالب في يكون عنده ليسانس بحيلا مجال، مش ضروري يكون باك جراوند تبعه صحافي. يعني اخذوا تلاميذ طلاب عندهم ليسانس من كليه الحقوق، من كليه اداره الاعمال، من كليه الصحه، حتى من كليه الفنون، لحتى هيدا الطالب يعمل هيدا الدبلوم يلي بذكر انه منه ماستر، لانه هو بس 60 كريدي، لانه الماستر بيكون 120 كريدي، بيكون 60 كريدي منه 8 اسابيع بيشتغل الطالب
سور لو تيران، يعني رح يكون عنده شغل بروفيسيونيل على الارض، بيكون عم يعمل ستاج بمؤسسه اعلاميه الجامعه بتبعته له، واكيد بيكون في علامات وبيكون في ابريسياسيون على هذا الشيء. هيدا ليش الهدف منه هيدا الدبلوم؟ هيدا الدبلوم كتير مهم بالجامعة اللبنانية يلي إلى ديماري هيدا السنة، قال هيدا السنة هو إنه لحتى إذا أنت عندك مثلا بتعرفي إنه بالجريدة بيكون في عدة روبريك، مثلا أحسن ما إذا الصحافي بده يكتب بالروبريك لنقول الرياضية منيح إنه يكون عنده باكجراوند رياضي، أو مثلا يكتب بالروبريك القانونية أو بالروبريك الاقتصادية. مشان هيك كتير منيح انه بيكون عنده دبلومين، يعني دبلوم انه كمثلا ادارة اعمال ودبلوم صحافي، وبيقدر يكتب بهيدي الميلة من الجريدة بشكل بروفيسيونيل اكتر وبشكل تقني وحرفي اكتر. بتقدموا بالجامعة اللبنانية شيء اسمه توثيق. اليوم الطالب شو بياخد من الجامعة وكيف بيوظفه بحياته العملية؟ للتوثيق وإدارة المكتبات كتير طورته الجامعة. هو كان دبلومة بينعطى من 1976، بس مؤخراً الجامعة اللبنانية طورته كتير لأنه أدركت لأي درجة هيدا الدومين فيه شغل. عم يشتغلوا طلابنا مش بس بالمكتبات، عم يشتغلوا بالبنوك، بالأوتيلات، بالمستشفيات، بالمراكز الثقافية، بالسفارات، يعني مطرح حيلا مؤسسة اليوم كلها عندها أرشيف وعندها بيطلبوا ناس يشتغلوا بهيدا الدومين. اللي طورته الجامعه اللبنانيه اكثر هول السنين الاخرانيه انه عملته هيدا الدومين انفورماتيزي، صار الطالب بيشتغل هالشيء مش بين الكتب والمراجع، صارت الشغلات كثير منظمه بشكل كثير متطور. فلازم يكون عنده الطالب حس المساعده، لانه الناس اللي بتجي تطلب معلومات بده يكون قادر كثير يساعدها. لازم يكون عنده لغه سليمه كمان لحتى يقدر يعمل رابورات ويقدر يعمل هيدا الشغل، واكيد لازم يكون عنده ثقافه عامه لحتى يكون بيعرف، لانه انت بتعرف انه الارشيف في يكون بعده مجالات وبعده اختصاصات. طلابنا بالجامعه اللبنانيه هني اكثر شيء عم يشتغلوا، تبقى طلاب التوثيق واداره المكتبات، عم يشتغلوا كمان بالمجال الاعلامي لانه عم يشتغلوا بالجرايد وعم يشتغلوا بالتلفزيونات، وان جنرال كثير مبسوطين من الطلاب اللي بيتخرجوا عنا، حتى عم يبلشوا يعملوا ستاج من ثاني السنه وعم يبلشوا يفوتوا بالدومين، ولما يبلشوا بالستاج بيصيروا يقدروا يزيدوا على معلوماتهم التقنيه، معلوماتهم النظريه، وهذا الشيء كثير بيساعد. مدام عون، قبل ما نختم حوارنا اليوم بدي منك التذكير الاخير، اي متى الطلاب فيهم يتسجلوا واي متى الكونكور؟ الكونكور دانتري ب 22 تموز 2015 بمجمع رئيس رفيق الحريري الجامعي بالحدث الساعة 7:30، بس تسجيل الطلبات بعد عنا للسبت 18 الشهر بكلية الإعلام الفرع الأول باليونسكو والفرع الثاني بالفنار، مش بجديدة، بعد ما فتحنا بجديدة. الطالب لازم يكون معه إخراج أيد مصدق أو صورة عن هوية مصدقة مع ثلاث صور، وأكيد البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها. كمان فينا ناخد تلاميذ اللي ناجحين البكالوريا ببيتي توثيق، بيتي أمانة سر، وبيتي فنون الإعلان. هول بيقدروا يفوتوا على إدارة المعلومات وعلى العلاقات العامة. وبرجع بذكر أنه أهم شيء تكون اللغة سليمة والثقافة عامة. نعم، أنا بتشكر حضورك حضرتك، كنت معنا على شاشة نور الشباب أستاذة بالجامعة اللبنانية داعد عون. إن شاء الله مشاهدينا تكونوا استفدتوا من كل المعلومات اللي عطيتها بخصوص كلية الإعلام والتوثيق، أي متى الطلاب فيهم يتسجلوا، وإن شاء الله يكون التسجيل بكثافة، لأنه نحن بحاجة لأشخاص، لصحفيين حرين، نحن بحاجة لأشخاص صحفيين موضوعيين بزمن عم نشهد تدهور للأسف بالإعلام اللبناني. بشكر استماعكم لنا، ونتمنى أن نتلقى بلقاءات مقبلة، وإلى اللقاء.